يا جواد الآل ننعاك ننثر الدمع لذكراك يا جواد الآل يا جواد الآل ننعاك ننثر الدمع لذكراك بالعزائي ألا يا أيها الملهم بعلم الله إذ تعلم صغيرا إليك الوحي قد تمتم ألا يا أيها الملهم بعلم الله إذ تعلم صغيراً كنت في المهدي إليك الوحي قد تمتم أيا أعجوبة العصر ألا سره الأعظم بأمر الله قد جئت إلى الدنيا فلم تسلم إلى الدنيا فلم تسلم الفضل منك شاء للخلق والبقاء فاحتار حاسد فأجج الصراط الفضل منك شاء للخلق والبقاء فاحتار حاسد فأجج الصراط تصدى نهجك المحكم لنار الفتنة المضرب فحار المريدين في عصر كان لا يرحم فبلغ الرسالات وكنت الشافي البلسم عليك الله قد صلى عليك الله قد سلم ما أعظم الجهاد من خيرة العباد زمن العصر يقوده الجواد ما أعظم الجهاد من خيرة العباد زمن العصر يقوده الجواد في الزمن العصر يقوده الجواد في الزمن العصر لا يا
بعلم الله تعالى صغيرا كنت في المهدي إليك الوحي قدمت آيا بأمر الله قد جئت إلى الدنيا فلن تسلم إلى الدنيا فلن تسلم الفضل منك شاء للخلق والبقاء فأججوا الصراع الفضل منك شاع للخلق والبقاع فاحتار حاسدوا فأججوا الصراع تصدى نهجك لنار الفتنة المضرم فحاربت المريدين بعصر كان لا يرحم فبلغت الرسالة وكنت الشافي البلسم عليك الله قد صلى عليك الله قد سلم عليك الله عليك تصدى نهجك المحكم لنار الفتنة المضرم فحاربت المريدين بعصر وكنت الشافي البلسم عليك الله قد صلى عليك الله قد سلم يقوده الجواد ما أعظم الجهاد من خيرة العباد في الزمن العصيب يقوده الجواد يا علي علي إمامي صاحبه الزاخر من العلم هو الزاهر إمامي صاحبه الزاخر تحدى إمامي صاحبه الزاخر
وفي الحكم هو الأعدل فإن تجهل بما يفعل فهو النبع هو المنهل في الشرع هو الأمثل وفي الحكم هو الأعدل حكيما بل هو الأكمل إلى الخلق كما المرسل
فهل شمس لنا تأفل فلا والله لم يرحل فلا والله لم يرحل فإن نهتدي والقوى إيمانا وإن نهتدي فالله يرعانا على خطه يمضي إذا كان لنا موقفين يولي لنا شانا فإن نهتدي والقوى إيمانا وإن نهتدي الله يرعانا على خطه يمضي إذا كان لنا موقفين يولي لنا شانا جواد الهدى للدين أركانا بوجه الغواء جاء برهانا فإن نهتدي القوم إيمانا وإن نهتدي الله يرعانا على خطه يمضي إذا كان لنا موقفين يعلي لنا شانا جواد الهدى للدين أركانا بوجه الضوء جاء برهانا بوجه الضوء جاء برهانا.